أهلا بيكم في الفيديو ده. هنتعلم مع بعض اصطلاح جديد في العامية الفارسية وهو ترخضا. ترخضا بمعنى أستحلفك بالله أو عشان ربنا، عشان خاطر ربنا، بالله عليك. كل ديت معاني صح ومعاني تمشي ليها. لما يكون عندنا رجاء من حد أو عايزين حد يعمل لنا حاجة ممكن نستخدم الاصطلاح ده اللي هو ترخضا. هي اختصار لعبارة طويلة اللي هي كانت تراب خدا غسامي دهام، يعني بحلفك بالله. خففناها إلى أو خففت إلى ترخضا، بس الرائج حاليا ترخضا. دلوقتي هنسمع المصطلح دوت في أغاني وأفلام ومقاطع أنا مجمعاهم. ممكن شوية تكون المقاطع سريعة قوي، أنا مركزة فقط على المصطلح ده إن إحنا نسمعه من الإيرانيين نفسهم. حاولوا تسمعوا الفيديو كذا مرة، أنا كمان بيكون غصب عني، يعني لو طولت المقاطع وكده أغلبها بيكون عليها حقوق نشر، فالفيديو كله بيتحذر. فتجنبا للموضوع ده حاولوا أنتوا تعيدوا الفيديو كذا مرة، وفي الآخر هسيب مقاطع معلهاش ترجمة، أنتوا اسمعوا كويس وترجموها واكتبوا لي في الكومنتات. بفهمید تو رو خدا. اگر که ازدواج نکردید تو رو خدا ازدواج نکن. من از عنایت خدا، من تو رو خدا مایوس نباشی. من تو رو خدا مایوس نباشی. تو رو خدا دیگه بس غرورم اونقدر نشکن. تو رو خدا ببخش منو. تو رو خدا ببخش منو. تو رو خدا. من 74 سال. 74 سال. خیلی خوب. ایشالله که 180 سال دیگه هم دیگه هم. نه. تو رو خدا نظر که من بیشتر از این شرمنده شم. درو واکن تو رو خدا ببین. درو واکن تو رو خدا ببین. درو واکن تو رو خدا ببین. میگه برو گم شو کسافت. تو رو خدا تنهام نذار، تو رو خدا ترکم نکن، نرو تو رو خدا تنهام نذار.